بزاف ديال الناس كيتسائلوا عندي اللغه الانجليزيه ولكن ما عرفتش اشنو غادي ندير بها، يعني ما كاينينش افاق، كاين افاق فقط محدوده الاساتذه الترجمه الى اخره. فهنا هنايا اليوم غادي نشوف مجموعه ديال المواقع اللي غادي تساعدكم انكم تخدموا باللغه الانجليزيه اللي نتوما درتوها عن حب وقريتوها وشديتو فيها شهاده عليا، وكذلك واحد المصدر للدخل ديالكم. بالنسبه للناس اللي ما خدامينش نهائيا هاد المواقع هذه ممكن تساعدكم حتى ما كنتوش يعني محترفين بزاف، فانا غادي نعطيكم يعني في الاخير واحد الهديه ديال الفيديو غادي تساعدكم وتوريكم كيفاش ممكن تخدموا هاد الخدمه هذه بسهوله. قلت لكم هاد الخدمه هذه اللي غادي تكون تدرع لكم واحد الدخل اللي هو مزيان، فمثلا دقيقه بدولار، فإلا خدمتي 10 دقائق فانت غادي تخدم بتقريبا 100 درهم. فيعني الناس اخرين كيخدموا في الشمس كيهزوا الاثقال على ربي غير يربحوا هذيك 100 درهم في النهار، فما بالك انت مرتاح في الدار في الظل وحده عائله ديالتك وكتربح 100 درهم 10 دقائق. فيديو كيستحق انكم تشاهدوه من الاول حتى الاخير بلا ما نطول عليكم، الله بداو العمل. السلام عليكم، اليوم كيف ما قلت لكم غادي نوريكم ديال المواقع اللي غادي يساعدوكم بزاف في هذه الخدمه هذه، يعني جوج المواقع ممكن تختاروا اي موقع ارتحتوا ليه وحسيتوا انكم مرتاحين في الخدمه فيه. شنو النوع ولا الطبيعه ديال هذه الخدمه هذه؟ قبل ما نبدا نشرح لكم كيفاش تتعاملوا مع المواقع، كيفاش تسجلوا، كيفاش تبداو الخدمه، فغادي نشرح لكم شنو الطبيعه ديال هذه الخدمه هذه. الخدمه هذه كتسمى بالتفريغ الصوتي او لا ترانسكريبشن او لا فريلانسر. هاد الشركات هادو ولا هاد المواقع هادو كيعطوكم مجموعه ديال الاوديوات او لا الفيديو وكتصنتو ليهم وكتكتبوا داكشي اللي سمعتو، فقط كتكتبوا داكشي اللي سمعتو سواء باللغه العربيه او لا باللغه الانجليزيه. يعني كاين مواقع اللي كتخدم بالعربيه وكاين مواقع اللي كتخدم كتخدم بالعربيه اللغه الانجليزيه، يعني بجميع اللغات ما بيناتهم العربيه، وكاين مواقع اللي كتخدم فقط باللغه الانجليزيه، كتخدم باللغات العالميه ما كتخدمش بالعربيه نهائيا. بلا ما نطول عليكم لا فيديو غادي نشوفوا اول موقع اللي هو ترانسكرايب مي، يعني اول موقع سميتو ترانسكرايب مي، كيفاش ممكن انكم تسجلوا فيه، كيفاش ممكن انكم تبداو الخدمه فيه، هادشي اللي غادي نشوفو في هذا الدرس هذا. فكيف ما كتشوفوا ان هنايا يعني كيف ما كتشوفوا غادي تربحوا على 0.79 دولار في الدقيقه الواحده، يعني الا كنتي مبتدئ. الا كنتي متوسط فغادي تخدم فغادي تربح ما بين دولار ونص في الدقيقة، وإلا كنتي يعني متمكن غادي تخدم بجوج دولارات في الدقيقة. الثمن اللي صراحة يشجع أنك تعلم وتخدم في واحد العضو من هاد المواقع، لمالا يعني مكيناش حتى شي حاجة مستحيلة. نمشيو نشوفو كيفاش ممكن أنك تسجل في هاد الموقع هذا، فغادي تضغط على هنايا، هنايا عندك جوج ديال الاختيارات، الاختيار الثاني اللي هو كاستمر بورتال، هذا خاص بالشركات والناس اللي عندهم بروجي وعندهم الفيديوهات وبغا يردهم التاكس، ماشي هذا هو اللي كنقلبو، كنقلبو على كراود لوجين اللي الناس اللي بغا تخدم از فريلانسر، يعني الناس اللي بغا تخدم في التفريغ الصوتي. تحل لنا هذا الفنيدخ هذا، هنايا كيف ما كتشوفوا في وان تو سابميت ترانسكريبشن از ا كليون بليز فيزيت اور، يعني الا بغيتي تخدم معاهم خصك تفيزيت هنايا باش تاخذ مجموعه ديال المعلومات. اف يو ورك تو ترانسكرايب مي يو ار ان ذا رايت بليس، يعني الا خدمتي في هذا الموقع هذا فانت في الموقع الصحيح. نيد سام اسيستنس، الا كنتي محتاج المساعده فغادي تدخل هذا الموقع هذا، الا كنتي ديجا مسجل معاهم فغادي تحتاج فقط انك تدخل الايميل ديالك والباسورد، هنايا يلا بغينا نسجلو فغادي نديرو ريجستر. غادي تحل لنا واحد الفوني تخلي فيها مجموعه ديال لي ديتايز، يعني المعلومات الشخصيه الخاصه بك اللي غادي تدخلها. انا غادي ندخل فقط بشكل عشوائي غير باش نشرح لكم هنايا شنو الموقع تاكد على هاد ربعه ديال الامور. نو نيد تو لوك فور ورك ات كامز تو يو، يعني ما غاديش تحتاج نهائيا لاي عمل اخر الا خدمتي معاهم. ترانسكرايب وينيفر اند ويريفر، يعني تقدر تخدم معاهم في اينما كنت وفي الوقت كذلك اللي كيعجبك، يعني هما خدامين 24 ساعه على 24 7 ايام يعني الاسبوع كامل. ورك از ماتش اور از ا ليتل از يو لايك، يعني خدم بزاف ولا خدم شويه هادشي كيرجع لك. ترانسكرايب شورت 2 أو 4 مينيت كليبس not long interviews، يعني غادي تخدم فقط كيعطيك فيديوهات ولا اوديوات فقط من 2 حتى 4 دقائق، يعني 4 دقائق على حسبتيها تقريبا 50 درهم اللي هو 5 دولار، يعني 800 ريال تقريبا ل 4 دقائق، يعني الا خدمتي غير 10 دقائق كما قلت لكم من قبل راه غادي توصل حتى ل 100 درهم، يعني 100 درهم الناس كيخدموها في الشمس كيخدموها كيهزوا اثقال كيكون عندهم واحد الظروف يعني اللي صعيبه صراحه الله يحسن العوان،
ويا ربي غير يربحوا هذيك 100 درهم، فانت غادي تربحها وانت جالس في الدار يعني مرتاح. نبداو دابا ندخلوا المعلومات. كيف ما قلت لكم انا غادي ندخل فقط عشوائيا فيرست نيم اللي هي الكنيه ديالكم، غادي ديروا اي غديروا معلوماتكم الصحيحه الا كنتو بغيتوا تخدموا معاهم. فانا كيف ما قلت لكم غادي غير ندخل عشوائيا لاست نيم اللي هو الاسم ديالكم، الايميل، انا درت ايميل خاص غير بالتسجيل في هاد المواقع هادو باش تشوفوهم يعني، فقط باش نعطيكم فكره. هنايا الباسورد، غتختاروا اي باسورد، المهم تكون فيها الحروف صغيره وحروف كبيره والرموز والارقام بطبيعه الحال. هنا عطينا كونفيرمي يعني تعاودوا تكتبوا نفس المود باس اللي كتبتوهم في الاول. هنايا ضروري خاصكم عندكم كونت باي بال، الا ما عندكمش لانه ما تخلصوا هنايا بالباي بال، الا ما عندكمش فممكن تكتبوا لي تعليق، انا غنشرح لكم كيفاش ديروا كونت باي بال وكيفاش تربطوه مع البنك ديال المغرب يعني الا بطبيعه الحال باش تحولوا الارباح ديالكم. الى لقيت اكثر من 20 كومنت كيطلب مني هذا الموضوع هذا، فانا ما غاديش نتردد باي شكل من الاشكال اني نشرح لكم هذه الامور هذه. هنا دخلت الايميل، هنا غادي تختاروا الدوله فاش كاينين بطبيعه الحال، كاينين في المغرب يعني غادي نهبطوا نقلبوا على ام، هذه موناكو موروكو، الريجيون هنا بطبيعه الحال الجنوب يعني سوس ماسا، كملوا اللائحه. هنا غادي تختاروا بطبيعه الحال التوقيت، توقيت كازابلانكا غرينيتش، اللغه اللي غادي توصلوا بها بالنوتيفيكيشن يعني هنا ما كايناش العربيه نهائيا فاحسن شيء انجلش. هنايا سواء رجل ولا مراه الى اخره، فهنايا عندك خدمه ولا ما خدامش يعني غادي ديروا اللي عجبكم يعني. هنايا الخبره ديالتكم واش اقل من سنه اولا ما بين سنه وسنتين يعني غادي ديروا الاختيار الاول بطبيعه الحال الا كنتو يلاه بديتو. هنا ترانسكريبشن لانجويج اسم اللغه غادي تختاروا، فهنايا كاينه انجلش نورث امريكا، انجلش بريتيش، انجلش ايريش، انجلش سكوتيش، كيف ما قلت لكم ما كايناش اللغه العربيه نهائيا. غادي يختاروا انجلش بريتيش، هذه هي اللغه الانجليزيه اللي كيقريونا فيها بها في المغرب. هنايا عندنا سكيب او التليفون يعني ما كايناش نجمه حمراء يعني ماشي نيسيسيري ماشي ضروري باش نعمروا هاد لي فونيت بجوج. فغادي ندوزو لهاد الفونيت، غايقول لك اشنو الطريقه باش سمعتو بهاد الموقع هذا، فانتوما غادي تسمعوها بطريقه يوتيوب، كتبوا يوتيوب يعني بطريقه باش ما سمعتوها كتبوها يعني. هنا غادي نختاروا يوتيوب، هنايا غادي ديروا تكوشيو هاد النافذه هادي باش كانكم كتوافقوا على السياسه ديالهم، وكتضغطوا كرييت بروفايل. بعد ما كديروا كرييت بروفايل كيصيفطوا لكم واحد الرابط في الجيميل ديالكم اللي كتدخلوا ليه باش ديروا كونفيرمي للموقع للرابط اللي صيفطوا لكم. بطبيعه الحال الكونيكسيون ثقيله شي شويه مع الضبابة. هنايا كيرحبوا بيك وكيعطيوك مجموعه ديال الامور. Thank you for register we transcribe me we are delighted that you have chosen to work with us، يعني هما فرحانين انك اختاريتي انك تخدم معاهم. You are almost ready to get started please click the link below to verify your email، يعني غادي نضغطوا على هنايا. هنايا رجعنا للموقع قال لنا انه ضروري مورا فاش تسجل غادي يعطيوك امتحان يعني امتحان باش يشوفوك واش ضابط الامور ديالك او لا. فهاد الامتحان هذا هنايا عطينك كاين اكزام انترنس اكزام انجلش سوري انجلش انترنس اكزام، يعني هنايا امتحان ديال الدخول، هذا امتحان ديال ادفانسمنت يعني الا كنتي احترفتي واحد شويه، هذا انجلش سبيشال ستايلز يعني الا بغيتي تدوز شي اقسام اخرى، انجلش اسنت لانجويج اكزام يعني هنا ديال اللغه كيفاش كتنطق، وانجلش كي اكزام يعني هذا واحد الامتحان اخر. غادي حنا ما همناش هاد الامور هذه دابا، غادي تطوروا فيها بالتدريج مع حدكم كتخدموا معاهم كتحترفوا كتفهموا اكثر.
هذا الموقع هذا، فحنا همنا دابا غير هذا الامتحان هذا. قالك باش تدوز هذا الامتحان وتنجح فيه ضروري خاصك انجلش اكزام، انجلش انترنس اكزام، ضروري خاصك تشوف هذا المعلومات هذو، هذه المعطيات اللي عطاوكم. عاد من بعد تقراو المعلومات، عاد من بعد غادي تدخلوا تشوفوا وتدوزوا الامتحان، يعني غدوزوا الامتحان من خلال المعلومات اللي نتوما قريتوهم. يعني هذه واحد الباج اللي مو تقدروا تقراوها نتوما بشويه عليكم. حنا باش ما نضيعوش الوقت غادي نهبطوا ديريكت غادي نشوفوها هما الامور اللي خاصكم تقراوها. ها هو هنايا طلونس عندي، غنشوفوها من بعد غادي نضغط على البي دي اف تاني. ها هو طلونس عندي، يعني من بعد ما غادي تقراوهم غادي تكوشيو هاد الفون هاد باش يدوزوكم الامتحان. يعني نشوفوا شنو كاين في هاد شوفوا شنو كاين في هاد البي دي اف. كيف ما قلت لكم مجموعه ديال المعلومات اللي متعلقه بالامتحان غادي تقراوهم، يعني غتلقاو الاسئله فيهم. هنايا واحد الكتيب فيه 12 الباج، يعني غادي تقراوهم بشويه عليكم. ما فهمتوش تقدروا ديروا يعني كوبي لهاد الامور كلها ودوزوا ترجموا بالعربيه، يعني باش تخدموا بطريقه اسهل. عندكم مواقع اخرى تقدروا تفهموا فيها هاد الشروط هذه الى اخره، يعني نتوما قلتي قدام الانترنت قدام العالم باسره. اولا الكتيب الثاني اللي هو هذا غادي كيشرح لكم كيفاش ممكن انكم تترجموا، يعني ستايل جيد كيفاش سوري ماشي ترجموا كيفاش تفرغوا، يعني وشنو هما الشروط اللي غادي تتبعوها الى اخره. كدو هنا على الدقه وعلى مجموعه ديال الامور، يعني نتوما غادي تجلسوا غادي تقراوا هذه الامور هذه. هنايا مثلا قال لك هاد الامور نهائيا ما ديروهاش، ممكن ديروا هاد الامور، يعني الا سمعتوا اوكي كتبوها بهذا الشكل هذا، اول رايت كتبوها بهذا الشكل هذا، اللوت اتساترا، هاد الطريقه ما تكتبوش بها نهائيا غير باش تاخذوا فكره كيفاش ممكن انكم. يعني كاين هنايا 23 باج تقدروا تقراوها كيما قلت لكم شويه، تقدروا ترجموها الى اخره باش تجيكم سهله. ومن بعد من كتقراوها تضبطوا اموركم كترجعوا كدوزوا الامتحان. هنا غادي ندخلوا باش نشوفوا كيفاش داير هذا الامتحان وناخذوا عليه فكره، يعني نعطيكم فكره كيفاش داير اتمت الاكزام. لان هذا هو الامتحان اللي عندكم، كيف ما قلت لكم تقدروا تخليوا هاد الكيدلاين محلولين، وفين ما جاكم شي سؤال ترجعوا تقلبوا على فين كاين. بحال مثلا هنايا كراتش ووردز انفورمال سبيتش، يعني هنايا السؤال خاص بكراتش وورد ووردز انفورمال سبيتش، غادي ترجعوا لهاد هذا، غادي تمشيو للفهرس. نقلبوا على كراتش ووردز انفورمال سبيتش، ها هي كراتش ووردز كيف ما شفتوا. هنايا كراتش وورد غادي تدخلوا غادي تقراوها غادي تشوفوا شنو مكتوب فيها، ومن بعد غادي ترجعوا تقلبوا، يعني غادي تلقاو فيها الجواب بطبيعه الحال اكيد، وغادي ترجعوا وغادي تجاوبوا وغضغطوا على النكست الى جاوبتوا بطبيعه الحال. هنايا عطيكم سامبل سنتنسز من بعد ثلاثه ديال الاسئله، من بعد غيعطيكم ستايل جيد كواشنز 10 ديال الاسئله، من بعد غيعطيكم اول فيديو اول اوديو سوري وغادي تفرغوه. من بعد ما غادي تفرغوه مزيان بتتبع هذوك الجيد لاين الى اخره، غعطيكم الاوديو الثاني والاوديو الثالث، الى نجحتوا فيهم غادي تدوزوا تخدموا معهم، الى ما نجحتوش فيهم ممكن عندكم فرصه ثلاث المرات، بعد ما نجحتوش فيهم غادي يخليكم حتى لشهرين، ممكن ديروا حساب اخر وتدخلوا عندهم، يعني ما تسناوش شهرين. دابا ندوزوا نشوفوا الموقع الاخر، يعني سالينا مع هذا الموقع هذا، هذا الموقع الثاني اللي قلت لكم اللي كيف ما شرحت لكم سميتو جو ترانسكريبت، كيف ما كتلاحظوا هنايا يعني كيفاش ممكن انكم تسجلوا فيه. غادي تهبطوا لتحت غادي تدخلوا على وورك، من بعد ما غادي تضغطوا على وورك هذا الفيديو هذا ضروري خاصكم تفرجوا فيه وتشوفوه، يعني كيشرحوا فيه مجموعه ديال الامور. كيف ما هذا الموقع هذا حتى هو يخلص من نهار الجمعه للجمعه، يعني بشكل اسبوعي. هذا الموقع هذا كيخلص 0.60 دولار في الدقيقه الترانسكريبشن، يعني هذا مجموعه ديال الامور الاخرى اللي بلا ما نطرقوا ليها ممكن تقلبوا عليها، يعني اللي بغيتوا تسجلوا ديروا ابلاي ناو
بطبيعة الحال غادي يختاروا اللغة الإنجليزية. عندكم اختيار أنكم تسجلوا عن طريق فيسبوك أو لا عن طريق جوجل، يعني ممكن تدخلوا الإيميل هنايا باسورد اللي ضروري خاصة تكون أكثر من 6 ديال الكاركترز وضغطوا على سيناب. هذا الموقع عدد ديريكس غادي يدوزكم الامتحان اللي هو كالآتي، يعني هنايا عندكم 10 ديال الأسئلة، إلا جاوبتوا عليهم فغادي تدوزوا الامتحان ديال الأوديو. كيف ما قلت لكم هنايا أكيد بطبيعة الحال كيعطيكم الجيدلاينز ديال الموقع اللي تخصكم تقراوهم وتجاوبوا من خلالهم، يعني غادي تشوفوا شنو كاين في الجيدلاينز. هادو هما لي جيدلاينز اللي عندنا، يعني غادي تدخلوا تقراوهم بشويه عليكم وبتأمل. كيف شفتوا يعني هذا ما طولش بزاف بحال الاول. تقدروا ديروا لهم داونلود بي دي اف او لا دوكيمو وتخليوه عندكم، يعني تراجعوهم بشويه عليكم. ممكن ديروا ترانزليشن، تشوفوا كاين احتمال ترانزليشن في هذا الموقع ولا لا. ارشادات عندنا بالعربيه هنايا، يعني كاينش عندكم مشكل، يعني اي بلاصه بغيتوا ترجموها كديروا نفس العمليه وكيترجم لكم بالعربيه، يعني الموقع ولا الارشادات ولات عندكم بالعربيه، يعني ما غاديش تلقاو فيها مشكل نهائيا. حتى الامتحان ممكن تجتازوه بالعربيه كيف ما شفتوا، ممكن تلاحظوا ارشادات كاينه بالعربيه وكاينه بالانجليزيه الى اخره، يعني ما غاديش تلقاو فيها مشكل انكم تفهموا شنو فيها نهائيا. داكشي علاش اختاريت هذا الموقع هذا اللي زوين فيه انه بالعربيه. كيف ما كتشوفوا لاحظتوا انه الامتحان ايضا حتى هو ترجمناه للعربيه، يعني كيسهل عليكم الماموريه. عشرات الاسئله كتجاوبوهم، الحاجه الوحيده اللي خاصكم تردوا البال انه خاصكم تجاوبوا 100%، يعني ما يكونش حتى شي خطا ولو بسيط، فالموقع ما تيقبلش لكم الاجوبه ديالكم. ويمكن اي جواب في هادو ممكن يكون عنده مجموعه ديال الاختيارات، يعني ماشي واحد الاختيار فقط، يعني ممكن يكون جوج او ثلاثه الاختيارات على حساب السؤال. يعني هذا الموقع هذا هو احسن شيء فيه انه مخدام حتى بالعربيه، كدير تؤكد الى تاكدتي، يعني خاصك تاكد احتمالات، يعني الى ما جاوبتي وكان عندك خطا مثلا كيعطيك بزاف ديال الاحتمالات هذا الموقع هذا، مثلا من 10 حتى ل 20 احتمال، ولكن فاش كتكمل هاد 20 احتمال صافي كيطردك، يقول لك ان انت ما ممكنش تخدم بهذه اللغه هذه، ما يعني ما تسلموش، ممكن ديروا جيميل اخر وتعاودوا تسجلوا وتعاودوا تدوزوا نفس الامتحان الى يعني حتى تنجحوا فيه وحتى تدوزوا، يعني الواحد يكون مصر. هذا هو الموقع الثاني اللي انا بغيت انه نشاركه معكم، كنتمنى هذا الموقع تكون عجبتكم بزاف واستفدتوا منها، وكذلك حمستكم انكم تخدموا فيها وتتعاملوا معها، لانه صراحه فرصه غادي تخسروا والو الا جربتوها. دابا غادي ندوزو للهديه اللي قلت لكم غادي نعطيكم في الاخر ديال الفيديو، اللي غعطيكم واحد الموقع اللي غادي تدخلوا ليه غادي تسجلوا فيه، غادي يساعدكم في هذا التفريغ الصوتي، يعني ما تحتاجوش تكتبوا نهائيا، فقط نتوما غادي تقراو الارشادات ومن بعد غادي ترتبوا هذاك الكلام اللي عندكم، غادي ترتبوه على حسب الارشادات اللي عطاك كل موقع، يعني ما تخلطش الارشادات ديال الموقع الاول راه ماشي هي الارشادات ديال الموقع الثاني، يعني كل موقع وطريقه العمل اللي كيتطلب. غادي تكتبوا author هو هذا بالزرق هكا author IE، فكتضغطوا على الاختيار الاول author voice meeting notes. هذا الموقع هذا يعني باش تعرفوا انه راه كيكون كيعطيك مثلا شهر ومن بعد كيعطيك تخلص، ولكن اللي عطاكم يعني كنتو خدامين به وما غاديش تقدروا بطبيعه الحال تستغنوا عليه، فممكن يعني لو وصلت كملتوا داك الشهر ممكن ديروا جيميل اخر تعاودوا تسجلوا فيه بلا ما تخلصوا حتى شي حاجه.
احنا غادي نديرو هنايا سيناب، يعني غادي تسجل فيه بطريقه عاديه، غادي تدخل معلومات الشخصيه ديالك، جيمايل والاسم الى اخره، من بعد غادي تبدا العمل عليه. يعني هنايا تسجل عن طريق جوجل ولا عن طريق مايكروسوفت ولا كونتينيو ويد ابل. حنا غادي ندخلو الايميل ديالنا كيف ما اعتدنا، يعني create account، اكتبوا الباسورد، هنا كيعطيك دخل الفيرست نيم واللاست نيم، يعني غتدخل معلوماتك. غادي يسولك شنو الطريقه بغيتي تشتغل معاهم، واش تشتغل بها عندهم، واش ميتين نوتس اولا ترانسكرايب فايلز اولا ادرز. حنا بغينا طبيعه الحال ترانسكرايب فايلز، غضغطوا على نديروا نيكست. يعني طريقه سجيل سهله بزاف، وهذا هو الواجهه ديال الموقع. كيف ما قلت لكم تخدموا فيه فابور فقط، اظن انه شهر فقط، من بعد كيعطيكم انكم تخلصوا. تقدروا تكريو انذر جيميل وتدخلوا وتسجلوا فيه بطبيعه الحال بشكل عادي باش تكملوا العمل عليه. غادي نشوفوا حنايا بغينا نديروا دابا ريكورد، نشوفوا كيفاش ممكن ان نخدموا. غادي امبورتي، غادي نهزوا واحد الاوديو، غادي نوري لكم كيفاش هاد المواقع هذا ممكن يساعدكم. ندخلوا ليه واحد الاوديو، غادي نشوفوا كيفاش هو غادي يفرغ لنا من تلقاء نفسه. بطبيعه الحال الاوديو عندي في البيسي، فغادي نهزوا. انتظروا التحميل ديالو، ومن بعد الموقع غادي يشتغل من تلقاء نفسه. هنا تم التحميل ديالو بنجاح. غادي نديرو go to transcripts. Would you like to be notified when it is ready? Notify me، ماشي مشكل. هنايا processing conversation، يعني قيد الاشتغال. هنا عطيني واحد الميساج الفوق انه ضروري خاصكم تمشيو للجيميل ديالكم باش ديروا فيريفي الايميل للرابط اللي عطاوكم، يعني باش تكملوا التسجيل ديالكم. حنا بطبيعه الحال هنايا بغينا باش تمشى الامور بسرعه باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنتمنى انه كمل البروسيسين بسرعه باش تشوفوا كيفاش ممكن غادي يساعدكم. هنايا كمل لينا الاوديو، قراه لينا وكتبوا لينا، يعني كتب لينا شنو كيتقال كيف ما كتشوفوا. هنا ممكن نديرو الا بغينا نعدلو عليه، يعني كيف ما قلت لكم كل موقع عنده مجموعه ديال الارشادات ومجموعه ديال القوانين اللي خاصكم تتبعوها وتطبقوها على هاد الكونفرساسيون هادي. فباش نديرو التغيير لهاد الامور هادي كنضغطو على ايديت. هنا حيدنا هاد سميتو. هنايا باش تسمعوا الاوديو شنو فيه، هذا اوديو كنت خدمت معاهم بهم في واحد في هاد الموقع نفسه، ف باش تسمعوا فقط وديروا مقارنه كيفاش ممكن هذا الموقع كيخدم. نزيدوا شويه لقدام باش تسمعوا فقط تاخذوا فكره. كيف ما لاحظتوا انه اي جمله اي كلمه وصل لها فالموقع كيشير لكم ليها.
واحد النقطه اللي بغيت نشير لكم هنا، انه هذا الموقع هذا فقط كتب لكم الكونفرسيشن از تكست، وانتم خاصكم ترتبوها. يعني هنايا كاينين جوج ديال السبيكرز، كما كتلاحظوا الاختلاف ديال الاصوات، هنا جوج ديال السبيكرز، ولكن الموقع هنايا فقط كتب لكم الكونفرسيشن كما هي التكست. نتوما عاد غادي تقسموها، غادي تشوفوا كل سبيكر امتى سالا امتى بدا الى اخره، يعني غادي تتبعوا الارشادات اللي قريتوهم. هنا عند الطابلو هادو كيساعدكم كيفاش تحكموا في الاوديو، يعني الا بغيتوا ديروا بلاي غضعتوا على كنترول سبيس او اي شاب او لا بوز غضعتوا على نفسهم، الا بغيتوا ديروا كنترول اير او ليفت ارو، يعني الا بغيتوا تزيدوا ولا تنقصوا 5 ثواني هنايا باش ديروا سلو داون، يعني هنا كيدوي بجد. الا لاحظتوا غادي ندير كنترول 3 او لا اف 3 وغادي يولي يدوي سلولي. ليت مي شو يو. هنا حتى الا كيدوي بشويه غادي تحكموا فيه اكثر، يعني هذا الموقع هذا كيساعدكم انكم تحكموا في الكونفرسيشن اكثر، انكم تتعاملوا معها بسهوله. كذلك حتى الا ما كنتوش فاهمين الكلام فاش كيدوي بسرعه، ممكن انكم ديروا اف 3، يعني شفتوا الطابلو اللي كنعطاكم تقدروا تصوروه او تكتبوه وتعقلوا عليه وتخدموا به. فهذا هو الجيفت اللي قلت لكم غادي نعطيها لكم ات ذا اند اوف ذا فيديو. كنتمنى انه تكون هذه الامور كلها ساعدتكم باش تفهموا هاد المواقع هادو كيفاش كيخدموا وتخدموا معاهم، لما لا بطبيعة الحال. ما بقى لي غير نقول لكم see you soon ان شاء الله with the next video. don't forget to press like and share with others. bye.